شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدي منتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى، أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو، مغلفه بقماش بيتنفس لنوم منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن نسويق على وقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين، ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال باشر. بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل المكسرات وحتى الجزر، بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
شو أورغانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورغانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل؟ شو أورغانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا؟ يسا مناسب كتير 55x60 سنتيمتر وارتفاع 11 سنتيمتر يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورغانايزر حد بعضهم ب$26 بتحصلوا عليها والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت ممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب$36 وللدوبل فيتراج ب$75 والأهم إنه مكفولة لخمس سنين تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم فري ديليفري هول كانوا الايتمز ان شاء الله يكونوا عجبوكن ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة تابعونا دايما على MTV